عبد المطلب كان نادر يذبح 10 من اولاده، وبعدين جاب عبد الله وربنا افتداه بال 100 جمل، جوزه بعد كده بامنه بنت وهب افضل العرب نسبا وشرفا، حملت منه في اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. سافر عبد الله في التجاره للشام، وقيل سافر للمدينه يمتار تمرا، ثم مرض فمات. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاه ابيه. وقد قال العلماء أن الله قد اختار اليتم لرسوله كي يتعلق قلبه بالله تعلقا كاملا، حتى لا يقول أبتاه أبتاه، ولكن ليقول رباه رباه، فيصبح القلب معلقا بمن؟ بالله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. ولعل دي الحكمة من أن النبي يولد يتيم صلى الله عليه وسلم، القلب متعلق كمال التعلق بالله عز وجل. أبو النبي عبد الله لما مات كان سايب كده تركة بسيطة جدا، مجموعة غنم، قطعة من الغنم، وخمسة جمال، وجارية حبشية يقال لها بركة، اللي هي اسمها أم أيمن، اللي هي عملت إيه بعد كده؟ اللي هي ربت سيدنا النبي، الحاضنة بتاع سيدنا النبي. كان سيدنا النبي كده يقول لها: يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي، يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. دي كل التركة اللي أبو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سبها له. ثم ماذا؟ ثم نحن على موعد مع أشرف يوم ومع أعظم مولود في يوم الاثنين، وفي شهر ربيع الأنوار، وفي ربيع الأول يولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول أمه أنها ما شعرت بشيء مما تشعر به النساء أثناء الحمل. ما فيش أي تعب من التعب اللي بتشعر به النساء، تعب المعتاد أثناء الحمل، ما شعرت بشيء من هذا. وكان في كده شوية كرامات مصحوبة بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الكرامات دي إن كان في عالم من علماء اليهود وحبر كبير جدا من أحبار اليهود، كان قاعد يقول لهم: لقد طلع نجم أحمد الذي ولد في هذه الليلة. قال لهم: رسول آخر الزمان اتولد الليلة دي، وكانوا يعرفونه في كتبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. سيدنا عيسى قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليه، وبشرى أخي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: ورأت أمي حين حملتني أن نورا خرج منها، قالت: لما ولدت رأيت كأن نورا قد خرج مني، رأيت كأن نورا قد خرج مني. كل دي كرامات لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وولد مختونا صلى الله عليه وسلم، وارتج إيوان كسرى، وخمدت نار فارس التي لم تخمد منذ 1000 سنة. كل هذا احتفاء واحتفالا بميلاد سيدنا، فالأرض تحتفي بميلاد خير الأنبياء، والكون يحتفي بميلاد سيد الأولياء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. الكل يحتفل بمولده، الكل مبتهج، الكون كله يعلم قدره، والكون كله ينزله صلى الله عليه وسلم منزلة أبان مولده عن طيب عنصره. يا طيب مبتدأ منه ومختتم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئمي.